اهلا وسهلا مشاهدينا، مواصلين معاكم دفقه الشروق الصباح الحي. لما نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، زميلنا كبير ناجي فاروق عكسنا صوره جميله كده عن محمول ثقافه اهلنا في حلفه، هي العكس العادات والتقاليد او كذا. لكن ان تنتقل الفكره من خلال الوسائل دي نحكز بها ثقافه السلام، نحكز بها الوجه الجميل للسودان من موروثات كثيره جدا، حتى من التفاصيل اللي بيذخر بها السودان من ثروات كبيره، وانه نشيعها في وسطنا او في العالم. ده بيحتاج لاجتهاد كبير، محتاج كمان لنشطاء هم ساعدوا واسهموا في ايصال الصوره الحقيقيه، سواء كان من خلال صحافه الموبايل او من خلال نقل الصوره الحقيقيه في ثورتنا او الثوره المجيده الظافره. فبالتالي لما نتكلم عن المبادرات لازم يشمل جانب الناشطين في الوسائل دي يا حسام. كل تاكيد الناشطين اجتمعوا من خلال مجموعه معينه، هذه المجموعه نشطاء السوشيال ميديا، ومجموعه من الرسائل ترسل من خلال هذا الجروب. حنتعرف عليه اكثر وحنشوف الليو ولا عليه مع الزميله الاعلاميه ملاذ مدثر ابو ضراع، وهي طبعا عضو اداره مؤسسي جروب نشطاء السوشيال ميديا. اهلا بك يا ملاذ، سعيدين بك اولا في الشروق. الله يخليك، انا سعيده بكم جدا والله، ودايما انا بكون الفترات الصباحيه متواجده في البيت، فبكون دايما بقلب في القنوات السودانيه عشان نعرف الاخبار ونعرف الجديد. واحده من البرامج اللي دايما بتشدني صباح الشروق يعني، فسعيده شديد اني اكون معكم اليوم. احنا مبسوطين واكثر انبساطه بانه نشوف اعلاميين وناس همهم على البلد كمان ناشطين في مختلف المجالات، عشان ما نحصر في جانب معين ويكون عندهم هم كبير للبلد، خاصه في استخدامنا قد يكون جزء كبير منه غير ايجابي، خاصه في توصيل الكلمات، في ايصال حتى المحتوى العام بيكون فيه جزء كده ما حميد. فلو تكلمنا عن الفكره العامه لانشاء الجروب ده، الفكره شنو يا ملاذ؟ طيب فكره جروب، هو اول حاجه خلينا نقول جروب على الواتساب اسمه نشطاء السوشيال ميديا، وبدايه خلينا نترحم على ارواح شهداء ثوره ديسمبر المجيده، ربنا يتقبلهم في علياهم، وربنا يصبر امهاتهم وزويهم يعني وكل السودان على الفقد الموجع جدا. والبدايه ذاتها كانت انطلاقا من الثوره المجيده والتوثيق لها من خلال الموبايل، لما كان في قمع حاصل على الاعلام، كنا ممنوعين جدا من انه نحن نقول راينا، نقول كلمتنا، نطلع بالكاميرا، كاميرا التلفزيون او المحطه ايا كانت، وننقل نبض الشارع وننقل احساس الناس والثوره المجيده. ففي الفترة دي ظهر الشباب بتلفوناتهم وهم بيوثقوا للثورة المجيدة. دي كانت الفكرة، انه الناس دي قدموا وخدموا شديد ووثقوا للثورة، لكن كان في صناعة محتوى، لكن المحتوى ذاته بعد ذاك شكله ما كان مثلا نوعا ما كان في مقبول بالناحية الإخراجية أو الشكل النهائي، يعني كان مثلا تصوير غلط، الصورة تصوير عرضي، يعني ما كان في الإلمام بتفاصيل التصوير الاحترافي. فكانت الفكرة إنه إحنا نقدم خدمة للشباب ديل، خصوصا هم الآن أصبحوا مؤثرين جدا في المجتمع، عندهم متابعين ليهم، عندهم روادهم قادرين إنهم يصنعوا تغيير أو إنهم يصنعوا بصمة في المجال، خصوصا مستفيدين من منصات التواصل الاجتماعي. فدي فكرتنا، بدت حتى يعني مع الاستاذ ناجي فاروق واستاذ دودي جمعه وكذا، انه بنتكلم عن انه نحن عاوزين نعمل لهم خدمه. طيب الناس دي عاوزين نحولهم من هواه لمحترفين، طب نحن نعمل لهم دوره في صحافه الموبايل، نحن نعمل لهم دوره في كده. فالموضوع كان جست مجرد ونسه في البدايه، وانا كنت قاعده ومتحمسه وخلاص انا معاكم وكذا. قمنا جاتنا سفريه لوادي حلفه، بعد شويه كده مع ضغط العمل فتحت الواتساب، لقيت انه انا في الجروب. طيب يلا خلاص دي تمام، اتعدت ساي ما ركز مع الموضوع بشويه، لانه الناس دي جاده بدوا التخطيط للدوره التدريبيه، يعني حتى كان التخطيط لها ونحن مثلا مع ناجي في وادي حلفه. فما شاء الله كانت الدوره التدريبيه الاولى يمكن قبل اسبوعين، الناس ذاتها كانت متحمسه لها شديد جدا، العدد اللي جانا اكثر من 30 شخص استفادوا جدا من دوره قدمها لهم استاذ دودي في صحافه الموبايل. فيعني عندنا برضو اللي قدام عديد من الدورات، عديد من المناشط اللي هدفنا انه نحن نختم بها الناس المؤثرين جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جميل، يعني ما حقول هدف لان هي اتضحت، لكن كيف بتشوفي دور الجروب في المرحله الجايه، ونحن في مرحله انتقاليه ومرحله حساسه جدا طبعاً في تاريخ السودان؟ طبعا الدور حيكون كبير وشديد، مش علينا بس لكن على الشباب ديل هم ذاتهم. هم زي ما قلت كان عندهم دور مؤثر جدا في الثوره المجيده، عايزين انهم يواصلوا نفس الدور ونفس الرساله، خصوصا انه هم الان متابعين جدا، هم الان عندهم الرواد وعندهم الناس اللي بيهتموا بكل التفاصيل والاخبار اللي هم بينشروها. عايزين الفتره الانتقاليه نحن من خلالهم نمهد جدا لفتره تحول ديمقراطي،
نعيش شعارات الثوره اللي كنا بننادي بها، السلام، الحريه، العداله، عايزين من خلال الشباب بس انه نحن نملكهم المهارات وهم يقوموا بالدور على اكمل وجه. ده كلام جميل. بس العوده للجزء اللي كان في المقدمه، انه النشطاء ديل زي ما ذكرت كان عندهم متابعين وقدروا يوصلوا الصوره، وحتى الاهتمامات كانت من قنوات رئيسه عشان تشيل المصدر من قبل الشباب النشطاء. ولكن يعني الحاجه عشان تكون مربوطه، ما فقط المهتمين كانوا بالعمليه عكس الصوره، وهم الان عندهم خبره قد تكون خاصه في مجال النشر او صحافه الموبايل من خلال تعلمهم للحاجات دي، لكن الفكره انه تنتقل لغير الناس اللي كانوا نشطاء، او طبعاً تنتقل للمجتمع خاصه مع استخدامنا للوسائل اللي قلت قبل قد ما يكون ايجابي لحد كبير. صح، خاصه مع اتاحه الحريات. فكيف في الوقت ده احنا بنعيش في اجواء ديمقراطيه كده، كيف الواحد يقدر ياثر في المجتمع ويحكي الصوره كويسه من خلال الوسائل دي؟ هل عندكم دورات برضه من خلال التثقيف والتوعيه باستخدام الوسائل دي يا ملاذ؟ طبعا هي نحن حتى الان بقينا بنركز على انه هم محتاجين شنو، او الحاجات اللي بينادوا بها، او الحاجات اللي هم عندهم فيها نقص او محتاجين لها عشان تساعدهم. انا عايز اقول انه كل الشباب دول كان عندهم دور ايجابي في نقل الرسائل وفي التوثيق للثوره، وفي حتى انه نحن الان ما نشهده من يعني خلينا نقول من سلام او من معايشه لاهداف الثوره. هم كان عندهم دور الكبير وكل اهدافهم كانت ايجابيه وكانت سليمه وكانت بتعبر عن سوداننا اجمع يعني. لكن بعد ده نحن بنركز على زي ما قلت على صحافه الموبايل عشان يكون التصوير او المحتوى بشكل جميل. كمان بنركز على انه طب هسه في ناس بينادوا بانه عاوزين دورات في اللغه الانجليزيه، كويس. عندنا واحده من الدورات اللي هي التصوير الاحترافي، عندنا واحده من الدورات برضو اللي هو تمليك مهارات الكتابه، المعرفه بالمصطلحات في السوشيال ميديا. الجروب هو شامل طبعا كل النشطاء، لكن في اعلاميين، في صحفيين، في ناس اكتيف جدا في مجال السوشيال ميديا. وخلينا اقول لك انه مثلا في الختام فعاليات حمله 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه، انا كنت ماشيه ممثله تلفزيون السودان على اساس انه انا انقل الوقائع بتاعت الفعاليات. فكان واحدة من الشباب اللي احنا دربناهم في الدورة الأولى هي عزة، كانت بتبث لايف، تمام. هي ما شاء الله بثت في نفس اليوم في نفس اللحظة، في حين انه انا مادتي لي اسمها ما تبثت، عرفتها. فنحن مركزين بقينا على فكرة السرعة ذاتها، وانه الناس بقوا عاوزين الخبر والمصدر يكون مؤكد وسريع كمان عشان يكون في مواكبة. جميل. ما بعيد من الجانب ده موضوع حرية التعبير على السوشيال ميديا يا بلد، في المرحلة دي كيف نقدر نضبط حرية التعبير؟ والله ده خليني اقول بيرجع لحاجاتك انت الشخصيه يعني. لانه واحده من الحاجات اللي كانت ضارانا جدا هي الفيك نيوز او الاخبار الخاطئه او الاخبار المغلوطه. انا عايزه اقول انه دي امانه، الاعلام ده امانه، لو انه انت عندك اخلاقيات المهنه اللي منها مصداقيه الخبر. ما ممكن انت تنقل لك خبر كاذب، ما ممكن انت تشوش على الناس دون ان تتحرى المصادر يعني. ايوه، فلازم انه التوثيق ولازم الالتزام باخلاقيات المهنه، يعني دي الضابط والحاجه الاساسيه في مهنتنا دي يعني. ملاذ الجروبات كثيره في الوسائل دي، ونحن اهتمامنا الكبير في الفيسبوك يعني موجودين على طول طبعا، وبنقضي معظم اوقاتنا في التصفح فقط، يعني ما ممكن كل توصيل حاجه معينه. نحن لو كلنا مع بعض كده ساعدنا ممكن نرسم صوره طيبه عن السودان، وممكن طبعاً اي واحد يخدم من المكان اللي هو فيه. فلبس لو تكلمنا عن طريقه تصحيح المفاهيم، انت من حقك تنشر، لكن تنشر شنو؟ ده محور الارتكاز الرئيس، انه اللي بتنشره ده ما يميز بالامن القومي، انه ما ياثر سلبا كمان على البلد. فانا عايز في المحور ده يعني ثقافه استخدام ذات الوسائل محتاج برضه منكم لاهتمام. هل في الخطط بتاعتكم انتم تقدروا من خلال الدورات دي او خلال المناشط دي تعملوا ورش كده تثقيفيه وتوعويه بطريقه الاستخدام، لان اي واحد من فئات عمريه مختلفه في الوسائل دي يعني. صح، فعلا فعلا يا حمزه، هو الموضوع زي ما قلت لك بيعتمد اولا واخيرا على اخلاقيات المهنه، على نزاهه الاعلام يعني. فانت مسكت كاميرا، مسكت موبايل، عاوز تنشر حاجه للناس، خلي انه الواسع بتاعك اخلاقك او حاجاتك الاساسيه اللي تربيت عليها اللي هي من ضمنها الصدق. بالتاكيد انه نحن حنعمل ورش في المجال ده، لانه نحن محتاجين للنشطاء ديل اساسا في توحيد الصف، في جمع الناس على بناء السودان يعني. احنا بنيه ده ما عايزينه يكون مجرد كلمه بنقولها، عايزيننا يعني حاجه تصبح ملموسه في ارض الواقع. ومن هنا حتى جاتنا فكره انه نحن ننتقل للولايات وندرب النشطاء الموجودين في مناطق السودان المختلفه، لانه السودان بلد مترامي الاطراف وكل منطقه عندها حاجات اللي بتميزها. فلما انه انت تمشي وتدرب الناس الاكتف جدا على السوشيال ميديا وتخليهم هم ينقلوا لك واقعهم ويعكسوا ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم،
الحاجه دي بتساعد كثير في بناء السودان الجديد. يعني نحن عاوزين السلام ده يكون اهم شعار نحن نشتغل عليه. يا سلام. جميل. ان شاء طيب. الله. انا عاوز ارجع بك ثاني لموضوع حريه التعبير، انت اشرت الاخبار المغلوطه وبيقودنا برضه للشائعات وما يخرج. أيوة. وما يكون عنده مردود كبير جدا في كثير جدا مما ما يتم تداوله. أيوة. ممكن تؤثر في الكثيرين. الاحاديث المغلوطه، الاخبار المغلوطه، الشائعات، علاقات الحريه التعبير، الجروب كيف يقدر يحد لنا من الممارسات دي تحديدا؟ والله ده موضوع كبير شديد فعلا وبيحتاج كثير من الجهد ومن العمل ومن الورش. يعني نحن اساسا او حاليا خلينا نقول انه اعضاء الجروب هم الناس اللي اثبتوا انهم قادرين على ايصال المعلومات الحقيقيه بعيد عن الزيف، عن الاخبار المغلوطه. فاحنا بقينا مركزين معاهم في انه نمليكم المهارات اللي بتساعد على نشر الاخبار الحقيقيه. يعني كونك تتحكم في الناس جدا انهم يؤثروا على قرائن النظم. طبعا طبعا، لكن أكيد الحاجة الأساسية هي إنه الأخبار الصحيحة. يعني غير كده نحن بنقدر إنه مثلاً نوحد صفنا، نجمع الناس على بناء السودان من خلال عكسنا لثقافتنا، لتراثنا، لحاجاتنا المختلفة. يمكن واحد من نشطاء السوشيال ميديا اللي اشتهر بشتايم الآن كان موجود في مناطق دارفور وكان بيعكس رسائل جميلة جداً. أنا بعتقد إنه لما ياخذ دورة مثلاً في صحافة الموبايل ويمشي لمنطقة دارفور ومنطقة الذهنية العامة، سواء معظم السودانيين أو حتى الخارج بيعتبروا أنه دارفور منطقة صراع قبلي أو منطقة بتاعت حروب، لما يمشي ويعكس لك أنه الحاجة دي ما حاصلة، بالعكس أنت كده بتكون أديت معاه رسالة. يعني ده شيء جميل. طيب نتكلم عن أولويات المرحلة دي أنه يتحقق السلام، وكان الضيف القبليك يعني يا ملاذ كل من جزء من الحركات اللي هي بتشارك الآن في عملية السلام، ولكن السلام ما بس أرضا سلاح، أنه يتحقق السلام بس. أيوة. السلام ده لو ما كان جوانا أكيد ما حنمشي لقدام. فأهميتكم أنتم من خلال الجروب ده ومن خلال النشطاء أنه يعزوا ثقافة السلام المجتمعي من نشر الصور الكويسة من خلال الفنون، من خلال الثقافة، من خلال المسارح برضو ممكن توصل طبعاً. الصور دي بصورة كويسة طبعاً. فهل برضو من اهتماماتكم في جانب ده عملية السلام وما شابه يعني في المرحلة الجاية؟ طبعا أكيد طبعا، وإلا لو ما كان في سلام ما حيكون في أساسا أرض صالحة أنه نحن نحقق من خلالها كل أفكارنا وطموحاتنا. يعني أنا واحدة من الناس لما خلاص رضيت بقيت طبعا، لأنه أنا دخلت في الجروب وما أعرف، لكن بعد ذاك الحاجة اللي خلتني أواصل أنه الإعلام ده حيبقى بوابة من خلالها انه نحن نخدم الانسانية. واحدة من الحاجات اللي انت بتقدر تخدم بها الانسانية وبلدك والمجتمع هو يكون في سلام. يعني لانه ما في سلام ما في تنمية مستدامة، ما في اطفال حيقدروا يعيشوا في بيئة جميلة مهيئة لقدام يكونوا هم قادرين على قيادة وصنع السودان الجديد. فبالتأكيد الصور الجميلة من سوداننا المختلف الغني بالتنوع، بالتراث، بالعادات، بالتقاليد، بالطبيعة الحلوة الشديد، حيساهم شديد في انه نحن نخلق صوره حلوه عن بلدنا. يعني ما كذا بس، معليش يا حسام لو اضفت في الجانب ده، يعني حتى تدريب كل الناس في الولايات ديل، الناس المهتمين بالوسائط دي. أيوة. اي زور في مكان ممكن يحكس لنا صوره بلده من خلال صحافه طبعاً. الموبايل جميل. وتصل بصوره سريعه، خاصه الناس بقت تعتمد على الزمن البسيط. أيوة، على لانه بيصل بسرعه كويسه فعلاً. يعني برضه من خلال التوجيه بتاعكم انتم، يعني ممكن تكون كبسولات بالنسبه للنشطاء في الولايات أكيد دي. اكيد يا حمزه، وانا خليني اضرب لك مثل بابسط حاجه، زيارتنا للولايه الشماليه اقصى شمال السودان مدينه وادي حلفة. يعني ليك تتخيل انه انا قطعت 1000 كيلومتر عشان اصل الحتة دي وعشان اندهش بحلفة بالانسان، بالطبيعة، بالمكونات الموجودة فيها. وجدت كمان اشخاص مؤهلين، شباب عندهم القدرة، عندهم حتى انهم حابين يعملوا حاجة يخدموا بها وادي حلفة. طيب انا لما امشي مره واحده وادرب الناس ديل واملكهم المهارات اللي بتساعدهم ان هم يتكلموا لي عن وادي حلفة، يعكسوا لي الثقافه، يعكسوا لي الحاجات الموجوده، هيكون افضل من انه انا كل ما مره امشي من الخرطوم. صح، يعني امشي واجي متعبه حتى بالنسبه لي، انا فيها تكاليف زمان، سفر، تعب كده. هو موجود في منطقته بالعكس حيكون مستقر، حيكون متابع كل الانشطه اللي بتحصل، حيكون فعلا بفكره الموبايل جورناليزم ده انه سريع يديني المعلومه. زي ما قلت نحن الان في زمن اصبح يعتمد على السرعه في نشر الخبر وتفاصيله. نعم، عن طريق التدريب الزول ده بكون وصل لدرجه من الاحترافيه ولا ما الطريقه الاحترافيه طبعاً. يا مناس، من فكرة قيام الجروب وتكوينه إلى الآن نعم. إلى أي مدى أنتم راضين عن كل ما قمتوا به؟
عن جولاتكم، في تقييم للموضوع ده ولا لا؟ خليني بعكس لنا انه والله نحن في المستقبل القريب عاوزين نصحها. أيوة. اكيد في عقبات كثيره، في اشكاليات طبعا بتواجههم، خلينا نتكلم في الجانب ده برضه. والله خلينا نقول انه انا واحده من الناس صراحه ما برضى كده 100% عن 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 نفسي او عن ادائي، دائما بحاول انه يكون في نقد للذات عشان انت من خلال الحاجه دي بتقدر تستمر في عطائك او تجوده لقدام. نعم. الدوره الاولى لكن بكل المقاييس الحمد لله كانت ناجحه، والحاجه دي ما بنعكسها بادائنا نحن لكن برضا الجهه المستفيده، يعني هم كانوا سعيدين بها شديد، وحتى بالعكس انا احنا بعد ذاك وجدنا منهم التجاوب في انه بيجوا بيطرحوا لنا افكار هم محتاجين شنو الحتات اللي فيها ضعف انه نحن نغطيها اليوم من خلال الورش. وخليني برضو اقول نحن بنوجه من المساحه دي طبعا الشكر والتقدير للمدربين اللي كانوا معانا، يعني كان المدربين ما بتعاطوا مثلا مقابل مادي، يعني وفروا نفسهم وطاقاتهم وخبرتهم في انه هم يملكوا الاشخاص ديل المعلومه والخبره والقدره على انهم يصنعوا فارق في الصوره وفي المحتوى. ده شيء جميل، ونحن والله بدورنا برضه لانه دودي شفناه ودودي جمعه وشفنا. أيوة. كمان ناجي فاروق وغيرهم كمان. أيوة. من المهتمين انه بيقدموا لمصلحه البلد، يعني لما جهد شخصي ولا لكسب ما زي ما انت ذكرتي. كده نلخص مجمل كلامنا ده عن الجروب، ولكن لو مديناه شويه كده للتشبيك ما بين الولايات، يعني أيوة. موضوع أيوة. النشطه ده دائما وحتى التدريب عشان تصلهم محتاجين لناس من هناك، هل الجروب ده جامع لكل الشعب السوداني او ناشطين في الوسائط دي في كل ولايات السودان، ولا محصور فقط في المركز يعني؟ لا لا، نحن ركزنا على كل النشطاء من مختلف بقاع السودان المختلفه، حتى بعد جات الفكره انه نحن نوسع النشاط وننتقل من المركز لولايات السودان المختلفه، وجدنا قبول شديد، واقدر اقول لك انه احنا تواصلنا مع النشطاء من مختلف ولايات السودان او كل ولايات السودان وجدت قبول. لما تجيك الرسائل الفيدباك بتاع استجابتهم بتفرح شديد انه الناس دي هي فعلا عايزه تحدث التغيير من مناطقها اللي هي موجوده فيها. فحاليا عندنا يمكن اول دوره نحن بنرتب لها في ولايه البحر الاحمر في مدينه بورت سودان، وجدنا تجاوب منهم كبير وجميل شديد، فان شاء الله بعد الدوره عندنا الدوره الثانيه حتكون مقامه في مركز بيرفكت بالعماره الكويتيه، تحيه لهم طبعا لانهم بيوفروا لنا بيئة انه نحن نقدر نقيم هذه الورش. التحيه برضو كان في يعني رعايه كريمه في الدوره الاولى من وزاره الصحه الاتحاديه. نحن من هنا كمان بنقول انه كل الناس اللي حابين يتعاونوا معنا بتوفير المعينات العمل والبيئه المناسبه المهيئه لانه نحن نقدم الدورات دي حبابكم عشرة والله، وبنكون طبعا بالتاكيد سعيدين ومبسوطين شديد بالشراكات دي. بعد الدوره هي مقامه يوم الاحد الاثنين الثلاثاء الاسبوع القادم 15 16 17، حتى في خطابات تم توجيهها للوزراء ووزاره العمل ووزاره الثقافه عشان يكونوا حضور معانا، لانه انا بعتبر انه نحن كانه بنساعدهم، يعني الازرع بتكون كثيره عشان في النهايه نخدم السودان. الهم واحد ان شاء الله. الدوره حتكون بمدينه بورت سودان بعد الانتهاء من الدوره الثانيه. جميل ان شاء الله. الزميله الاعلاميه ملاذ مدثر بودراء عضو اداره مؤسسي جروب نشطاء السوشيال ميديا، شاكرين جدا لحضورك اليوم. بعرف صباح الشروق. الله يخليك، انا سعيدة بكم شديد صراحه، واتمنى انه قدرت اسلط الضوء على تفاصيل الجروب وعلى الاهداف منه، وعايزه اقول انه انا بجد ما كنت استحق الاستضافه، في ناس اقدم مني في الجروب وهمهم على الشغل شديد، لكن انا من هنا برسل لهم كل التحايا وان شاء الله كلنا مع بعض نقدر نخدم سودان الكبير. العفو، اللي بيستطيع بس يقدم الفكره هو اللي ممكن يقدم كل تفاصيل ويحكي الرؤى الكويسه بالنسبه للجروب. يا سيدي لا تواضع يا دلهم تواضع يا لبيب، يعني ساعدوا لك مليانه بالسلام. نلتقي في الساعه الثانيه حتحمل تفاصيل مختلفه لتحليل الاخبار سواء كانت سياسيه أو الرياضة. خليهم قرب.